طيب من خلال شغل الواحد المهم اللي لقيناه ان هو افضل واسرع والتكلفه اقل. تمام. وان هو بيبقى طول فتره حياه المشروع اثناء التصميم واثناء التنفيذ واثناء البناء. وبعدين هو اسهل في الفهم، يعني لو انت عندك المالك مثلا ممكن ما يكونش مهندس فمش قادر يستوعب فكره المبنى، فلما يشوفه قدامه 3D ويقدر يدخل جواه ويقدر يعمل سيلكت عليه عنصر يعرف المعلومات، فدي بتبقى مفيده جدا. موضوع اونلاين. وبعدين بقى نقلل الموضوع للمحاضره. طيب اي حد عنده اضافه لموضوع الفوائد بتاعت البيم او بالنسبه له في فائده معينه في البيم هو مركز عليها؟ طيب دلوقتي لو احنا جينا نبص كده ايه الحاجات الاساسيه عشان يبقى عندي بيم؟ اغلب الشركات تقول لك ان انا هسطب سوفت وير، في سوفت وير معين لو سطبته بقى عند البيم. الموضوع اكيد غلط، يعني البيم جزء من التكنولوجي، في حاجات تانية غير التكنولوجي. وفي موضوع الانفورميشن لازم الناس كلها تتعلم او تبقى فاهمه ازاي تدخل المعلومات. وفي موضوع البروسيس، في عمليات، يعني هي الفكره كلها مش زي كانت حاجه بسيطه، لا بيبقى في حاجه بعد حاجه وترتيب وحاجات زي كده. واهم حاجه البيبول، البشر نفسهم يكونوا فاهمين فكره البيم ويقدروا يشتغلوا عليه. فاحنا محتاجين ان الشخص نفسه يقدر ياخد قرار صحيح، ياخد قرار صحيح ده بناء على معلومات يقدر يحصل عليها. تمام. يعني في القصه اللي هي بتاعت الهدهد، لما هي عايز تاخد قرار، فتاخد قرار ايه؟ هي عايزه ما تعرفش مين الرساله جت من سيدنا سليمان، فبتعمل ايه؟ فراحت قال ايه؟ انا هبعت لهم بهديه. قال واني مرسله اليهم بهديه فناظره بما يرجع المرسلون. انا هبعت ناس تجيب لي المعلومه وتقول لي هل هو ملك، هل هو نبي، هل هو عنده جيش ما عندوش جيش. فانا محتاج المعلومات ديت عشان اخد قرار. فلازم اللي هيفيدني ان انا اخد قرار معين، يعني استخدم اي نظام انشائي، استخدم اي نظام تكييف، اني اللي اسهل، اني اللي اوفر، اني اللي مش هيعمل لي مشاكل، كل دوت من خلال موضوع البيم. وهتلاقي كل واحد بيستفاد استفاده معينه، يعني مثلا المهندس التصميم الانشائي بيستفاد منه مثلا ان هو يقدر يعمل تحليل انشائي عليه بسهوله جدا، يقدر ياخد سكاشن بسهوله جدا، يقدر يشوف تعرضات ولا لا، يقدر يشوف الشغل مع المعماري مش ولا لا، المعماري بياخد سكاشن كتير جدا، وبسكاشن تبقى ميزتها لو تعدل في السكشن تعدل في البلان، تعدل في البلان تعدل في السكشن، لان البيم مش طب استنى واحده، البيم مش كل حاجه مستقله بذاتها، لا ده هو كلها كتله واحده مبنى واحد. طبعا محلاكي وانت عازمتي عبد الله. انا هعمل ميوت لكله، ولو حد عايز يشغل صوت يشغل يقول لي وانا اشغله، ما فيش مشكله. تمام. ايوه اعمل ميوت عند الله يكرمك. والله انا لا اعرف ميوت للقول ازاي كنت اعمل ميوت الله يكرمك. والله انا مش عارف الميوت للقول، قول لو حد يعرف يقول لي تعمل منين اكل. مش عارف الا اذا صوت هنعمله، ولو في اي حد عنده سؤال يقول. تمام. طيب لو احنا اتكلمنا على البروجكت كنترول، البروجكت كنترول عندي حاجات كتيره جدا كلهم البيم بيشغل فيهم، يعني مفيش حاجه فيهم البيم سابها. كان في حد بيعمل رساله الماجستير بتاعته عن مشاكل البنى، المشاكل بس. لما اكتشف موضوع البيم ده لقى ان البيم بيحل كل المشاكل اللي موجوده. يعني الريسك مانجمنت، بيقدر يرتب الريسك وبيقدر يحدد الاماكن اللي فيها ريسك. السكوب مانجمنت يقدر برضه يدير موضوع السكوب مانجمنت، بحيث ان احنا ما نخشش في حاجه اكثر من الشغل بتاعنا، او نعمل شغل ناقص الموضوع السكوب. الكوست بيقدر يعمل لي تقدير كوست استيميتنج كل فتره حياه المشروع، كل مرحله يعملها بدقه اكثر. السكادول، التراكنج، الموضوع شينج مانجمنت، التعديلات في الاداره، كل الحاجات دي هو بيقدر يسيطر عليها. فالبروجكت كنترول بيبقى قوي جدا لما بيستخدم البيم. هو الاول البروجكت كنترول كان بيستخدم الكاد، دلوقتي بقى بشكل اسرع وبشكل اسهل.
لو سمحت اللي عنده صوت يدخل المايك. انهار اسود يا جدعان يا جدعان. طيب نشوف كده في حاجه هنا بيعمل سيف. هندسه في الاوبشن من عند الميوت، هندسه من عند الميوت اعمل اوديو سيتنج واقفل الميوت كل الناس. من عند الميوت في ميوت، في ميوت هندسه ميوت ميكروفون. ايوه من عند ميوت سيتنج ميوت ميكروفون ونجون ميتنج وانت سيلكت سبيكر تيست سبيكر سويتش ليف من الاوديو، من الاوديو هندسه. خلاص الصوت خلص، الصوت خلص عامه يعني. خلاص خلاص نكمل. طيب يعني على سبيل المثال لو احنا جينا نقارن بين الحاجات اللي هي الاساسيه في البي ام بوك مع البيم، البي ام بوك بيركز مثلا على الانتجريشن، فالبيم فيه اسلوب اداره بيستخدمه اسمه اي بي دي انتجريتد بروجكت ديليفري، ان احنا بنبدا نشتغل كلنا مع بعض ككتله واحده، مفيش حاجه اسمها دي مسؤوليه فلان ونرمي المسؤوليات عن بعض والحاجات دي كلها، لا كلنا فريق واحد وقصدنا كلنا ان احنا نخلص المشروع ده ونسلمه، مفيش حاجه اسمها انا لا لازم اخلي المقاول هو اللي يلبس الليله او الاستشاري يلبس الليله، لا احنا كلنا فريق واحد. طيب انا هكبرها اهوت. اسف ثانيه. ايوه تمام. طيب فانا عندي مثلا السكوب، عندي في البيم اليمنت بيس، لان انا كل اليمنت اقدر احدده واقدر ادخل المعلومات الموجوده فيه. في اداره المشاريع ادير الوقت، في البيم في حاجه اسمها 4 دي، ان انا اقدر انظم الشغل بتاعي واقدر اشوف المشروع هيبتدي ازاي واحده واحده. ممكن الراجل مش متخيل ايه اللي هيبقى قبل ايه، ولو وريته على البرمجيره مش هيقدر يفهمها. تمام؟ لا دلوقتي يقدر يتخيلها بشكل قوي جدا. موضوع كوست برضه في البيم ال 5 دي خاص بموضوع تقدير التكلفه. الكواليتي اللي موجوده في اداره المشاريع هتلاقي كلاش ديتكشن، فلو مفيش كلاشات ده هيؤدي ان الجوده تبقى كويسه وما يبقاش في تاخير. الكوميونيكيشن موجوده في الاثنين، الريسك. طيب البروكيورمنت موجوده في كوانتيتي اوف، البروكيورمنت في اخر اصدار قال لك حاول قدر الامكان تستخدم البيم قدام البيم. ليه؟ قال لك ان هبقى عارف الحاجه هتيجي امتى، البروكيورمنت محتاج ان هو يبقى عارف الحاجه دي هتيجي امتى وانا محتاجها في شهر قد ايه. فمثلا انا محتاج الحاجه دي في شهر مارس، لو جت قبلها بفتره هضطر ان انا اخزنها وممكن تبوظ او على الاقل هتكلفني التخزين. لو جت بعديها الشغل واقف، فانا ببقى عارف الحاجه محتاجه امتى وابعت للمصنع اقول له اهو انا بقول لك قبلها بخمس شهور انا محتاج الحاجه دي يوم كذا. تمام؟ طيب لو احنا بصينا كده هتلاقي السكادول الكواليتي الكوست كل واحده من دول، حتى السيفتي، السيفتي تقدر تعمل ايه؟ عشان تعرف عشان تقدر تقول له مثلا افترض شخص ماشي يقوم يخبط في حاجه يقدر يقول له ان المكان ده مثلا ممكن حد يقع فيه. تمام؟ فيبدا ينبهني النقطه زي كده، بيبقى في شخص وهمي بيبدا يمشي، واول ما يبقى في مثلا حاجه مش معلهاش سور او كده ممكن حد يقع فيها تبدا تدي له ايه تنبيه خلي بالك من حاجه زي كده. موضوع البادجت، ابقى عارف التكلفه بتاعت الحاجه هتبقى امتى، في شهر كذا انا محتاج فلوس قد كذا، من شهر كذا لشهر كذا محتاج ان يكون في سيوله ماديه بالشكل دوت. اقدر ادير السبلاير، في كذا طريقه ان انا ابقى عارف السبلاير وايه اللي انا محتاجينهم وخطه معينه وهكذا. طيب عشان ندير اي مشروع اعتقد ان كل الموجودين هنا يعني دارسين بي ام بي او فاهمين اداره المشاريع بشكل او اخر. فعشان تنظم المشروع بتاعك وتسيطر عليه بنقسمه لحتت صغيره، يعني بدل ما نقول مشروع المشروع ده نقسمه لكذا اريا، وكل اريا نقسمها سب اريا، وكل سب اريا نقسمها مثلا الاكتيفيتي نقسمها الاوبجكت وهكذا، بحيث ان انت تبقى عارف الحته دي هتبقى امتى وفين وازاي والحاجات دي كلها، تبقى مسيطر على المشروع. دي حاجه اسمها ورك بريك داون ستراكشر او دبليو بي اس. لو احنا بنتكلم على موضوع الكاد او الاوتوكاد صعب ان انت تعمل سيلكت البلوك وتقول له البلوك ده هيبقى مثلا رقمه كذا او رقم الدبليو بي اس كذا او هيبقى كذا او التاريخ بتاعه كذا. انما في البيم انت عندك عنصر فيه كذا بارامتر تقدر تستخدمه وتقدر تضيف كل المعلومات اللي انت محتاجها. يعني تقدر تضيف اسم المكان اللي تشتري منه الكرسي او الترابيزه او الباب، تقدر تضيف الفتره اللي المفروض هتعمل فيها الصيانه، ممكن تضيف كل المعلومات اللي انت محتاجها، فعندي كميه معلومات وكميه داتا متوفره بشكل كويس.
تمام؟ طيب فدي هتسهل لي كتير جدا في الشغل بتاعي. طيب من ضمن الحاجات اللي انا عشان ابدا صح في البيم ان انا ابقى قاعد مع المالك واحنا الاثنين متفقين ايه الحاجه اللي احنا عايزين نعملها. على سبيل المثال هل الراجل مهتم بالاسيت مانجمنت؟ ممكن يكون هو هيعمل المبنى ويبيعه مش مهتم بالاسيت مانجمنت، بينما هو لو عمل اسيت مانجمنت ده بيضيف قيمه للمبنى. مش مهتم مثلا بالانرجي اناليسيس، مش مهتم بالبلانت، مش مهتم مثلا بالسايت اناليسيس. في حاجات ينفع يبقى مهتم بيها وحاجات ما ينفعش يبقى مهتم بيها. فانا ببدا اقعد معاه وابدا اشوف ايه الحاجات اللي هنركز عليها. هو لو قال طب ايه عايز ايه في البيم؟ عايز الفور دي؟ لا انا مش عايز الفور دي، عايز الفور دي. كل حاجه انت عايزها هيبقى لها تكلفه. تمام؟ فكل وقت فلازم اركز معاه، هو محتاج النقطه دي، هو محتاج النقطه دي. ايه النقط اللي احنا هنركز عليها ونتفق؟ مثلا ممكن يكون في مشروع مثلا كان الراجل مش عايز حاجه خالص من المشروع بعد ما يعمل الموديل كله غير نقطه واحده بس، تقدير التكلفه. يبقى هو مش عايز المنظر، مش عايز كذا، عايز اعرف تكلفه المشروع ده هتبقى كام. فانا مش هربطه بالجدول الزمني. واحد تاني عنده المشروع كل عنده المبنى اتعمل بس هو محتاج فاسيلتي مانجمنت، فمش عايز يمر بالخطوات اللي انت بتمر بيها في العادي، هو عايز يعمل نفس الموديل اللي موجود وعايز يبدا. يعني ممكن بيقول لك مش عايز لوح شوب دروينج، مش عايز لوح، انا عايز موديل كامل للمبنى عشان فاسيلتي مانجمنت. فلو احنا فاهمين احنا عايزين ايه، الملك عايز ايه، وانا عايز ايه، هنقدر نكون متفقين ونقدر نديله خدمه بيم بسعر معقول. تمام؟ طيب دي حاجه اسمها اي اي ار، امبلوير انفورميشن ريكويرمنت، ان انا اقعد مع الملك واعرف هو عايز ايه بالظبط. ونبدا نتكلم. مثلا هو ممكن يقول لك ايه، انا عايز تدريب للناس، هتكلف شويه. اه حلو قوي السؤال دوت. تمام باشمهندسه ندى بتقول ممكن الراجل اللي بتعامل معاه ما يكونش فاهم الموضوع دوت، تمام، او هو مش تخصص الموضوع دوت. طب ما ده هيعمل لي مشكله اكبر، ان في اخر المشروع هيقول لا مش هو ده اللي متصوره. ما انا ممكن اعمل له البحر طحينه واعمل له كل الشغل اللي ينفع تعمل في البيم ويقول لك لا مش هو ده اللي انا عايزه، انا فاكر البيم ده حاجه ثانيه. يعني في ناس ممكن يكون هو متصور خدمه معينه، تمام، متصور مثلا ان البيم ده بيشتغل لوحده مش محتاج مهندسين ولا رسامين، انا بجيب البرنامج وبشغل مايك واقول له ارسم لي كذا في كذا هو يرسم. فهو فوجئ ان هو ما بيعملش كده، فلازم انا اقعد معاه اشرح له واوري له الشغل النهائي من مشروع ثاني. ده الشغل ده هيتعمل كذا كذا كذا، فهو لو عجبه الموضوع خلاص نبدا نشوف الحاجه دي هتتعمل ازاي. تمام؟ ممكن هو يقول ايه، انا عندي شرط ان كل الاجهزه اللي هتشتغل تكون اجهزه ورك ستيشن او اجهزه اصليه، او الشغل كله يبقى عندي في المكتب. تمام؟ كل الحاجات دي بنبدا نتفق معاه عليها. طب انا عايز موديل بيم مثلا خلال 3 شهور. ايوه حد عنده سؤال؟ طيب لما بنتفق بنعمل حاجه اسمها بيم اكشن بلان. الخطوات دي مهمه جدا. لو انا قبل كده في مشروع كان كبير جدا موجود هنا في قطر، المفروض هيسلموا شغل وهم مش متفقين، فكل ما يبعت مفيش عقد، العقد بيقول اعمل لي شغل بيم، كل ما يبعت لهم يقول لا مش هو ده اللي انا عايزه. طب ايه المطلوب؟ انا عامل لك زيرو كلاش، انا مش هو ده اللي انا عايزه، انا عايز فيرتشوال رياليتي، انا عايز تعمل لي ال 5 دي. فلا كان لازم نوقف الشغل، اعمل جدول. انا ما كنتش في المشروع ده، انا جيت لما حصلت المشكله انا دهولي تعالى حل المشكله دي، فقلت لهم لازم نعمل اي اي ار ونعمل بيم اكشن بلان ونشوف اي معلومه كانت موجوده نعتمد عليها بحيث ان احنا نقدر نسلم شغل. تمام؟ ايه الاكواد اللي نشتغل عليها؟ يعني مش لازم نحط كل التفاصيل، ممكن نقول ايه؟ احنا لما هنختلف هنروح للكود البريطاني او الكود الامريكي. تمام؟ في تقريبا لشده قوه البيم دول كلها مهتميه بيها، فعاملين اكواد كثيره جدا. هتلاقي عندك الكود السنغافوري من احسن الاكواد اللي موجوده، هتلاقي عندك الكود البريطاني دلوقتي بقى في الايزو 19650، هتلاقي عندك كود ايه تاني؟ تقريبا امريكا عامله كذا كود، فنلندا عامله كود، الهند تقريبا كل، ومصر عامله كود اتعمل في 11/2018 من الاكواد الكويسه. تمام؟ طيب فالناس كتير مهتميه بيه واصبح اجباري. يعني في بعض الدول اللي انت عملت شغل كله بس هو مش قابله. ليه مش قابله؟ يقول لك لا ده في لازم يكون معمول بيم بشكل معين، او مثلا في دول فنلندا وكده يقول لك لازم بوم بيم.
تمام. الامارات قالت لك مش هستلم اي شغل اي مبنى يشتغل غير لما يكون معمول بالبيم في دبي، تمام. فاصبح الموضوع قوي جدا. ليه بقى؟ لما تيجي تبص كده ادي هو كده اللي احنا متعودين عليه، لما تكت هتعرف منه ايه الطول والعرض، بس طول والعرض ما فيش اكتر من كده. في البيم بقى انا هعرف هو بيستحمل سي او 2 قد ايه، باليو فاليو قد ايه، التكلفه بتاعته قد ايه، ال 3 دي جيومتري بتاعه، ال 2 دي في ممكن تحط لينكات للموقع نفسه، السعر بتاعه، الصيانه بتاعته، الشخص نفسه اللي اشترى الحاجه ديت، التليفون بتاعه، المصنع. فكل المعلومات اللي انا محتاجها هتلاقيها موجوده. طيب لما نيجي نبص كده للبيم تحس ان هو لعبه، ان انت بتركب حاجات مع بعض، وكل اللي انت هتعمله هو ده اللي هتعمله في الموقع. فشغل الديزاين هو شغل شوب دروينج، هو شغل الاسبكت. بتبدا تحط كل المكعبات مع بعض فيطلع لك المبنى بالشكل النهائي. ولو في اي مشكله في الموديل البيم يبقى المشكله دي هتكون موجوده في الموقع. فلما احلها في الموديل البيم اسهل وارخص واوفر والف الوقت لما احلها في الموقع. يعني لما على بايب في الريفت وتعمل له موف مثلا نص متر، ولا مثلا ركبت الماسوره في قلب الموقع ومحتاج بقى تجيب سلم وتجيب مكنسه صناعيه ويطلعوا يفكوا ويربطوا وممكن يكسروا حاجه ويعملوها تاني، فاوفر كتير. زائد ان كل قطعه فيهم تقدر تحط كل المعلومات، يعني بدل ما يبقى عندك ملفات كثيره كده، لا هي الايتم ده لما تعمل سيلكت تلاقي فيه كل المعلومات. يعني هي مش مجرد بازل او مكعبات، لا هي مكعبات سمارت فيها كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها، تمام. هتلاقي معلومات زي ايه؟ هتلاقي مثلا المعلومات عن المنتج، التكلفه بتاعته، الوقت اللي اتعمل فيه، التاريخ، ممكن تحط صور، ممكن تحط ار اف اي زي كود كده تمشي عليه تلاقي كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها موجوده. فهو هينظم لي كميه معلومات كتير جدا، بدل ما كل فرع شغال لوحده، لا كله هيبقى مرتبط ببعض، تمام. خلينا نفكر مع بعض كده. في حد مشغل المايك؟ طيب خلينا نفكر مع بعض كده. لو انا عندي معلومه وعايز اوصلها لحد، ما انا لازم ابقى عارف مين اللي محتاج المعلومه ديت، ممكن ابعتها لحد هو مش محتاجها، فلازم الموضوع يكون منظم. البيم بينظم لي الموضوع دوت، ان انا عندي موديل واحد كل الناس بتدخل عليه، مفيش حاجه اسمها دي لوحه ودي لوحه، وده مثلا حاجه في الدور الاولاني انا عدلت حاجه في الدور الاولاني وما عدلتهاش في الدور الثاني، او ما عدلتهاش في البيزمنت، او ما عدلتهاش في الاستكاشن. هو مبنى الانشائي والاركتكشر والكهرباء والفاسيلتي مانجمنت كله مع بعض. وحاجه مهمه جدا في البيم بالذات، يعني هي المفروض في كل الانظمه اللي بتشتغل في الشغل بتاعنا، بس هو بالذات في البيم اللي هو ايه؟ ان احنا كتله واحده اللي هو نظام الاي بي دي. من اول يوم في المشروع كلنا موجودين، بتاع الفاسيلتي مانجمنت موجود اللي هو هيدير المبنى او كده، فبيبقى عنده متطلبات معينه وخامات معينه، ممكن حاجات ما تكونش مناسبه واحنا اشتريناها يقول لك دي انا مش عايزها اغيرها. بتاع الاستدامه يكون موجود، الشخص المسؤول عن الليد، فيقول لك لا والله انا محتاج كذا محتاج كذا، لان ممكن نوصل في نص المشروع ويقول لك عدل، فالتعديل في نص المشروع مكلف جدا. اعتقد الصوت عند ناس كويس. الو الصوت شغال؟ شغال. تمام. طيب فاحنا كفريق لو احنا شغالين باسلوب العادي، انا عندي معلومه مثلا عايز ابعتها لواحد ونسيت ابعت لواحد تاني، او بعتها للفريق كله، ففي ناس كتير خدت المعلومه هي مش مستفيدين منها، يقول لك انا اعمل ايه بالمعلومه ديت؟ انت ليه بعت لي المعلومه دي وهي مش خاصه بيا؟ زي ما بنقول مثلا ايه، في اسانسير، الاسانسير ده ابعته للمعماري ولا ابعته للانشائي ولا ابعته للكهرباء ولا ابعته للميكانيكا؟ تمام. خلينا لو حد عنده استفسار. تمام. طيب خلينا عند الاستفسار وهحاول اجاوب على السؤال دي ان شاء الله لما نقف. ايه رايكم لو انا عندي اسانسير، جه اسانسير جديد، ابعت المعلومه للمعماري ولا للانشائي ولا للكهرباء ولا للميكانيكا؟ خلي بالك انا لو بعت لواحد غلط هتجي له املاك كتير غلط، فمش هيقدر يعمل الشغل بتاعه، فلازم اركز مين اللي محتاج المعلومه. يعني معلومه زي على حسب اللوكيشن بتاعه، لو كان هو بالنسبه للدايمنشن بتاعه فانا هبعته للمعماري عشان يشوف الفراغات بتاعته، لو كان بالنسبه للستراكشر سيستم اللي هيشيله هوديه للستراكشر،
لو كان الكتريكال سيستم التوصيلات بتاعته او الشغل بتاعه دي الميكانيكال يعني على حسب السبلين او على حسب انا لو بعته بتاع الصحي بتاع الصحه يقول لي انت بعته لي ليه ما انا معك. انا اعتقد ان انت لازم تدي للكل. ايوه انا لو بعته ايميل للناس كلها الناس كلها تقول لي انا مثلا لو كل حاجه بفرضها الناس كلها كل واحده يجي له 100 ايميل فهيقول لي انا اعمل ايه بالمعلومات ديت دي الفكره يعني ممكن يكون على حسب الستيج بتاعته بس وانس ممكن يكون ممكن استاذنك بس ممكن يكون على الستيج بتاعته يعني المعماري يكون مخلص الفراغ بتاعه والشاي مخلص ويكون الستيج بتاعنا مثلا في التصميم بتاعنا التصميم الام اي بي شغال فهو الستيج بتاعنا دلوقتي او الحاله او الكرن ستيج بتاعنا ام اي بي فيروح للام اي بي فقط تمام ولا يعني انا كبست براكتس يعني هي دي المعلومه اللي عندي لو انا شغال على ستيج معينه وخلاص خلصت المعماري خلصت الاستراكشر سيستم وشغال في الام اي بي سيستم او شغال في الالكتريكال سيستم وفي ايشو للليفيتور او الليفتنج بقدر اوديه للالكتريكال او الام اي بي تيم يعني. جميل جميل يا باشمهندس محمد. حد عنده اقتراح ثاني؟ اوكي باشمهندس بعد اذنك اعتقد هو المفروض حتى لو احنا في مرحله الميكانيكال برضو لازم يرجع للمعماري عشان هو يعمل حسابه على المكان وكمان لازم يرجع للكهرباء عشان يعمل شغل التغذيه بتاعه الاليفيتور. تمام جميل. في فكره ثانيه بقى ان انا بدل ما يبقى املاك يبقى في موديل كل واحد بيدور على حاجه يدخل ياخدها. هي دي بقى فكره البيم. بدل ما انا كنت ببعت ايميل اقول لهم خلي بالك في لوحه جايه النهارده بتتكلم عن كذا لا هو في موديل هم لازم ان يعمل متفق لا ايوه هذا هنكتب فز الطرق ايه اتفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام كاتب ازيك يا باشمهندس عادل مطبقات باشمهندس عمر ازيك استاذنا انا شغال يا فندم وقت ما بين المدني والمعماري وامكانيه تطبيق البيم على مشروعات التانلز تمام الروت تانلز والريل تانلز احيانا بتبقى في حاجات صعبه ان احنا نتخيلها اللي هو الايه الاستريسس سويل ستريسس اراوند ذا تانل تمام هل ده ممكن يعني اعمل سيميوليشن بالبيم حاجه زي كده ولا لان الاستريسس ده حاجه سوفت وير والتانل بقى جسم التانل اللي هو الخرساني نفسه ده حاجه هارد وير هل ممكن اعمل سيميوليشن لما اتخيل لما النفق ده هيمشي في التربه دي نوع التربه دي بديله الداتا بتاعتها ان هو سوفت كلاي او فيري سوفت كلاي او زي انفاق اسفل قناه السويس لما كنا شغالين فيها كنا محتاجين نعرف البيهيفير بتاع التربه مع جسم النفق وهو ماشي تحت قناه السويس هل البيم يعني ممكن يساعدني في حاجه زي كده؟ شكرا. الفكره طبعا يا شوف يعني الفكره كلها ان البيم مش الريفت بس يعني في برامج متخصصه يعني في برامج مثلا متخصصه للمحطات بتلاقيها مثلا زي استاذنك مهندس عمر اتفضل ليه بعد اذنك هندسه في عندنا السوليد ووركس والروبوت بيقدروا ياخدوا السوليد السويل تيست ويدخلوها كلاترال فورسز على جسم التانل من بره بالمناسبه يعني انا داخل كان عندي تاسك وتحصل معايا في الجزء ده في السعوديه وكان في تانلز رابطه ما بين مستشفيتين واستخدمنا السوليد وورك فيها مع الروبوت وربطناهم كلهم مع الريفت موديل ودخلناهم بعد كده للنافس لعمل الكلاشز. تمام حبيت بس انا بسال في حاله البيم دي حصلت معايا يعني. في حاله نظام البيم يا فندم ما ده نظام البيم يا باشمهندس سعد بالظبط سعد الله يكرمك باشمهندس شكرا باشمهندس عمر اتفضل باشمهندس عمر طيب هي الفكره بقى في موضوع البيم ان انا ببقى عندي مكان واحد موديل واحد والناس كلها تدخل انا ببعت ايميل اقول لهم خلوا بالكم ان في مثلا حاجه جديده تمام وكل الناس تدخل تاخد المعلومه يعني بتاع الكهرباء هيدخل يعمل سيلكت ياخد المعلومات اللي هو محتاجها من الاسانسير بتاع الانشائي بيعمل كوردينيشن مع الحاجه ديت تمام وانا ببقى داخل برضه بعمل كوردينيشن ولو في حاجه مثلا خاصه بمعماري او انشائي ببعتها له في قلب الموديل يعني واحنا شغالين في البيم مش بنركز على الايميلات قد ما بنركز ان البرامج مثلا زي الريفت زي النفس وركس بتقدر تاخد الحاجه وتبعتها لبعض من غير ايميلات يعني هو نفسها كلها فيها طرق تواصل مع بعض تقدر تعمل زي شات في قلب البرنامج نفسه فانا ممكن اعمل ابديت للموديل على اي منصه زي بيم 360
زي زي بيلدر زي ايكونكس اي حاجه تقدر الناس تشوف الموديل فيها وتقدر تحط الكومنتات بتاعتها تمام. وابعت مثلا انا في تصميم بعته فببعته للراجل المسؤول عن الكوردينيتور الكوردينيشن يبدا يشوف المشاكل ويبدا يبعت لنا يقول لنا خلي بالكم فيه مشاكل في المعلومه ديت ويبدا نحلها ويبدا يشوف لي الحل بتاعها. هو بيبعت يقول خلي بالكم المكان ده فيه فلاش واللي المفروض يحرك مثلا المعماري او التكييف او بتاع تمام. برضو بين الموقع والاوفيس هو ممكن مش لاقي مشكله فيبدا يبعت يقول خلي بالكم في مكنه جت جديده غير اللي احنا متفقين عليها فابدا اعمل ابديت على الموديل دوت تمام. مش شكل دوت انا عندي مكنه جت جديده فببعت اخد ابديت في حاجه مثلا فيها مشكله فببعت فبيجي الرد على طول ما بنبقاش ناخد وقت. فاحنا زي ما احنا شايفين ان هو بيقلل الاخطاء بنسبه 34% بيخلي فيه التنبؤ بالتكلفه اكتر بنسبه 20% اكتر فهما تمام. يعني ممكن تلبس فيرتشوال رياليتي وتبقى ماشي في قلب المكان وتبدا تشوف كل حاجه في قلب المكان. السكادول بيبقى اقوى الديزاين نفسه بيبقى اقوى. هنشوف ليه الديزاين اقوى. الديزاين اقوى ليه؟ لان انا ممكن اعمل نوع من انواع الذكاء الصناعي هنتكلم فيها بعد شويه اهو يشتغل برامج كتيره جدا في فيقدر ايه اقول له شوف لي افضل تصميم معين. يعني من ناحيه مثلا ايه لو انا لفيت المبنى شويه هيوفر مثلا في الكهرباء لان الاضاءه الطبيعيه هتدخل اكتر. فكل الحاجات دي بتبقى مهمه جدا ولما استخدمها احسن. طيب انا عايز اسالكم بقى بص ده الاسلوب التقليدي في السكادول يعني اللي شغال بلاننج بس هو اللي هيفهمه تمام. وده الاسلوب اللي هو الفور دي اللي هو الشغل بتاع البن ان انت شايف المبنى هو بيتبني قدامك ولو في تاخير هياخد لون اخضر لو في حاجه شغاله دلوقتي هتاخد لون اخضر تمام. فهتلاقي الموضوع اكثر فهما. فانت ايه رايك نشتغل بالاسلوب دوت ولا بالاسلوب دوت؟ انتوا ايه رايكم؟ مش مسموع بس في سؤال عليك فور دي البلانينج بس دلوقتي في المشكله الاصدارات الجديده من نيفيز ووركس مش كومباتيبل مع برافيرا 4 دي. طيب تمام باشمهندس ايمن ازيك عامل ايه؟ طيب ازيك شويه عمر اخبارك ايه؟ الحمد لله باشمهندس. طيب هي الفكره كلها حتى لو فيها مشاكل مع البرافيرا هي البرافيرا اصلا في مشكله في موضوع التسطيب ولو حصل في مشكله وكده ممكن تصدره للام اس بروجكت وتشتغل بيه عادي تمام. يعني الام اس بروجكت دايما في مشكله مع برافيرا ما بيحصلش ما بيبقاش في دقه للنقش. ثانيا ممكن بالاكسل بس برضه ما بيعملش نيستنج للورك داون ستراكشر. ممكن تصدره سي بي وتشتغل عليه او البرافيرا هو بيحتاج بس ايه تربطه كويس كلمه السر والحاجات دي كلها. يعني ساعات بيبقى محتاج دقه شويه لو نسيت كلمه السر في البرافيرا بتبقى فيها مشاكل. هو لغايه 2015 النافيز ووركس بيربط كويس مع الاس دي كي برافيرا لكن الاصدارات اللي بعد كده في النافيز ووركس ما لهاش علاقه بالبرافيرا ولا لها علاقه بالداتا بيز الجديده بتاعت برافيرا. غالبا لما بتسطب التحديث بتاع البرنامج بيحل لك المشاكل ديت تمام. هو هيفصل بعد 10 دقائق تمام. فبرضه هبعت الرابط ونبدا نكمل ان شاء الله على الصفحه بتاعتك. طيب قبل ما تخلص ال 10 دقائق دول تعال نشوف امثله كده للشغل بتاع زمان والشغل بتاع دلوقتي تمام. يعني ده اهو جدول زمني مثلا اهوت وده الجدول الزمني هيبقى شغال ازاي او التخطيط للحاجه هتتعمل ازاي. فلما بتوري حتى للناس الصناعيه او العمال اللي شغالين بيقدر يفهم احسن حاجه 4 دي كانه كان شغال فيلم ويقدر يفهم السيفت تبقى عامله ازاي يفهم الحاجه دي تبقى عامله ازاي ايه العناصر دي يقدر يشوف ده البلاند وده الاكشوال ده اللي كان مخطط وده اللي اتنفذ. هنا لما بقارن بين الاثنين ما تبقاش دقيقه قوي او ما تبقاش واضحه. اللي يقدر يفرق بينها اللي شغال في الحاجه دي المهندس البلاننج تمام. ده اسلوب مثلا من الاساليب ان انا انظم الافكار بتاعتي لوك اهيد. هنا بتلاقي ان هنا 4 دي فتبقى شايف الوان وشايف شكل المبنى حقيقي فعلا تمام. اهو ده برضو طريقه مثلا من البروجرس ميتنج بالشكل دوت. هنا بتلاقي الناس قاعده كلها وشايفه فيلم قدامها فالمعلومات طريقه تفكير الذهن نفسه لما يشوف صوره بتثبت اكتر لما اشوف فيديو بتثبت اكتر عكس لما اشوف كلام مكتوب على الحيطه مش هيفتكر حاجه تمام. يعني هنا اقصى حاجه عاملها ان هو ملون الورق جايب ورق ملون تمام. ده مثلا طريقه الكليم اناليسيس كل واحد بيشتم وبيغلط وبتاع انما هنا لا ده واضح معايا هنا مقارنه
تطبق مع اللي تنفذ. فاقدر اطالب مثلا بحاجه معينه، ده معروف ايه اللي المفروض ان يتنفذ وايه اللي ما تنفذتي وايه اللي اتعمل، وكله واخد الوان معينه. وبالعكس يعني دلوقتي بدا يعمل متابعه إيه؟ حقيقيه، متابعه حقيقيه للواقع. مظبوط، الله ينور عليك. دلوقتي بقى بيعملوا ايه؟ يقول لك ايه، انا عايز اخد الحاجه اللي اتنفذت فعلا الاكشوال اخدها بدقه شديده. طب اعمل ايه؟ قال لك انا هطلع درين اللي هي الطياره الهليكوبتر الصغيره دي تلف حول المبنى وتاخد صور اوتوماتيك، يعني الطياره دي وهي بتطير تاخد صور وتبعتها للموديل اللي هو في نفس وركس، يعمل ابديتد للحاجات. فتلاقي المبنى بقى خلاص واضح ايه اللي اتنفذ فيه، يعني الطياره من غير ما انا ادخل معلومات او اعمل ان دي اتنفذت، هي اوتوماتيك الطياره بتطير حول المبنى تاخد صور، والصور دي تتنقل للبرنامج وتروح تبدا تتبني، فيبدا اعرف ايه اللي اتنفذ فعلا. فيبقى حاجه جميله جدا ان الحاجه متاكد ان اللي اتنفذ النهارده هو اللي موجود عندي في البرنامج. ده بالنيفوس برضك ولا في برامج تانية بكده بقى؟ لا، هو النفس وركس مش بيعمل الموضوع ده بس. وركس في حاجه اسمها اي بي اي، الاي بي اي بيديني ان انا برمج جواها. ففي ناس برمجت الموضوع دوت، ده كذا حد عملها، في واحد عملها في امريكا وفي واحد عملها في الامارات، وتشتغل في كذا مشروع واتعمل فعلا حقيقي. تمام، انا مش اعرف حد في امريكا وحد في الامارات عمل الموضوع دوت، ان هو عايز ويعرف ازاي اللي هي الكوردينيت، يعرف الكوردينيت ازاي والاكسس الطياره هو مظبطها على المشروع دوت، ان هو عارف الكوردينيت بتاعتها، وعارف مثلا لما حاجه بتتبني بيروح باعت لرقم الاي دي ويبدا يظهر العنصر دوت، فيعمل ابديت. ده عكسي يعني، بدل ما كان النفس وركس باخد من البرامافيرا، لا هو بيعمل ابديت في البرامافيرا والنفس وركس. سبحان الله، ما هو كل يوم بيعمل حاجه جديده، وهنشوف في اخر البرزنتيشن حاجه لذيذه يعني ان شاء الله. تمام، هنتكلم عن اتخاذ القرار باسلوب افضل من اللي احنا متعودين عليه. ده مثلا الدوكيومنتس بتاعتنا، الملفات اهيت، لا هنا الملفات بقى كل واحده فيهم مجرد تدوس عليها يطلع لك الحاجه 3 دي وتشوف الشغل عامل ازاي. تمام، فانت تفضل تشتغل بأني اسلوب فيهم. تمام، فبتلاقي ان البيم عمل نقله في كل حاجه، يعني طريقه التفكير. يعني الاول كان يبقى عندي ايه، ملف اوتوكاد الدور الاول ميكانيكي، ملف اوتوكاد الدور الثاني معماري، ملف دلوقتي لو انت عدلت في ده وتنسى تعدل في ده، يعني ممكن مثلا ايه، حركت الشفط في الدور الاول ما حركتوش في الدور الثاني وما حركتوش في التكاشي، فتلاقي الحاجه اللي انت منزلها من الشفط الاولاني جايه في الهواء. انما في البيم لا، لما بحرك حاجه بتحرك كل المبنى كله، هو بيتعامل مع المبنى كجسم، هو بس بياخد لقطات او جاهز. نعم، باشمهندس ياسر. طيب لو احنا جينا نبص كده على موضوع التكلفه، هنلاقي ان البيم وفرنا كتير جدا في موضوع التكلفه. طب ليه؟ ما احنا عايزين نفهم ايه فكره الاداره، ايه اللي خلى الاداره اقوى على اداره المشروع وتسيطر على الفلوس من الاسلوب العادي. طيب لو احنا خدنا بالنا ان يعني كلام منطقي جدا، ان قدرتي على السيطره على التكلفه في الاول مشروع كتيره، انما كل ما المشروع بيمشي ببقى صعب ان انا اسيطر على التكلفه. ليه؟ لان في الاول لسه مش شرتش الحاجات. ثانيه واحده، في الاول انا لسه مش شرتش حاجات، انما بعد ما شريت حاجات خلاص صعب ان انا اغيرها، لان انا اغير حاجه هتكلفني كتير جدا. طيب تكلفه الديزاين تشينج في الاول قليله، كل ما بيعدي عليا يوم كل ما التكلفه دي بتزيد، الديزاين تشينج بيزيد. تمام، طيب في البيم انا الشغل كله بيبقى في الاول، يعني في الاول ببدا، ما ينفعش ان انا ارسم حاجه في الهواء. تمام، عكس هنا انا لسه بفكر في الحاجه وينفع ارسمها 2 دي، اللي ارتفعت ما بكتبهاش. في الديزاين الشغل في الكاد بيبقى بسيط جدا، بيبقى اكتر شغل في الكونستراكشن. انما في البيم لا، اول مرحله في الديزاين ببدا احط كميه معلومات كتيره جدا، بس بيبقى سهل عليا بعد كده موضوع الكونستراكشن، بيبقى ما باخدش منه وقت، موضوع حل الكلاشات ما باخدش وقت، موضوع حصل ما باخدش وقت، فالجهد كله في الاول. ففي الاول سهل جدا لو في حاجه اقدر اعدلها، يعني موضوع السيموليشن وموضوع الحاجات دي كلها لو انا شغال في البيم كل ده يقدر يتم في اول المشروع. تمام، ففرق كتير جدا ان انا اعرف الغلط واعرف المعلومه في اول مشروع من خلال البيم، فيبقى بالنسبه لي تكلفه تعديل التكلفه او تكلفه التعديل هتبقى قليله
عكس البيم. البيم بيبقى كل الشغل كله بكتشف المشاكل وبكتشف الماتيريال وبكتشف الحاجات ديت في الاخر. البيم انا اي حاجه مثلا اشتغلها بنزل فيها بتاعتها بتنزل بكل المعلومات، فلو في اي مشكله بتبان معايا في اول مشروع. البيم بينبهني المشاكل اثناء مرحله الديزاين، الكاد كان بينبهني فيها اثناء الموقع، وانا شغال في الموقع بكتشف المشاكل، بكتشف حاجه مش تنفع، بكتشف ان الحاجه دي المفروض تتعدل، بكتشف مشاكل كتير جدا. تمام؟ فلما تيجي تبص كده هتلاقي ان بالنسبه للاي بي دي ديزاين بروسيس بيختلف على التراديشنال ديزاين بروسيس. الاي بي دي بيبقى الناس كلها مجتمع، حتى الناس اللي هتشتغل بعد ما المشروع يخلص موجودين في اول مشروع، فبيبقى عنده قدره كبيره جدا على التعديل، قدره كبيره جدا على توفير التكلفه وهكذا. تمام؟ ده مثلا حاجه مهمه قوي، انت عشان تقنع المالك بالحاجه ديت لازم تقنعه من خلال الار او اي العدد السمول. فاحنا بنلاقي ان البيم بيوفر لي فلوس كتيره جدا، فده مهم للمالك، بيسهل الشغل، بيقدر يخليني اقوى ان انا اعمل الفاينل ديزاين بشكل اقوى وهكذا. تمام؟ طيب انا هبعت لكم برده الرابط بتاعي دلوقتي عشان ايه نقدر ندخل على طول اهو الصفحه بتاعتي. هو هيفصل كمان دقيقتين. تمام؟ فاشوف لو في اي حد. هو طفره الفور دي طفره، وفي 4D و5D و6D و7D و8D وفي كذا حاجه ثانيه. تمام؟ يعني هو مجرد بس ايه البدايه. اي حد عنده اسئله تحت امركم. تمام؟ هو المشكله الرابط ان انا مش انا اللي بعمله، الزوم هو اللي بعمله، فعشان كده بعمل واحد جديد وحطه. تمام؟ لو اي حد عنده مشكله الفيديو هيسجل وهيترفع على القناه ان شاء الله ويتبعت لحضراتكم باذن الله. تمام؟ واي حد عنده اسئله او في اي مشكله نتكلم فيها باذن الله ان شاء الله. تمام؟ فالبيم اثبت جدارته عند ناس كتير جدا. تمام؟ انا بعته لليفر 1 طيب حلو قوي السؤال دوت. احيانا بيحدث تعديل للمعلومات اكتر من مره. في اسلوب الكاد بحتفظ بكذا نسخه. في الريفت عندي حاجه اسمها ديزاين اوبشن، او في البيم عموما في حاجه اسمها ديزاين اوبشن، يبقى في نفس الملف وعندي كذا اقتراح لكذا مبنى. لو حد عايز الفيديو ده ابعته له. يبقى عندك كذا تروح لكذا مبنى، يعني اقول له مثلا الحته دي ممكن نحطها من اولها لاخرها، ممكن نحطها لنصها، وكل ده في نفس الملف، يعني نفس الملف. وبروح للراجل اقول له ده ديزاين رقم واحد، ده ديزاين رقم اثنين، ده ديزاين رقم ثلاثه، كلهم في نفس الملف، ما يبقاش عندي اثنين او ثلاث ملفات، هو نفس الملف، ويبقى عندي ده ديزاين واحد، ديزاين اثنين، ديزاين ثلاثه، مش اي مشكله خالص. فبالنسبه للتعديل اسهل، كلمه ريفيت اصلا من ريفايد انستنتلي، يعني كله بيعدل المكان بيتعدل كله. ازاي دعم التسليم على سيد الاستلامه؟ طيب اول ما يبدا نخش فيها، لان دي نقطه هنبدا بيها، وبعد كده نبدا المحاضره بتاعتنا ان شاء الله. تمام؟ ان شاء الله في جزء مهم جدا المره الجايه ان شاء الله، يعني يعجبكم باذن الله. يعني شاكر لكم الحضور والف شكر لكم باذن الله. ماشي. هقفل وابعث لكم الرابط على طول ان شاء الله. ماشي. السلام عليكم.